النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة على صيام يوم عرفة الذي هو خير أيام العام على الإطلاق. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج وقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فينبغي أن يحرص المرء على صيامه. ومنها ذكر الله تعالى والتكبير. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي أيام العشر. استعدوا ليوم العيد بكثرة إنهار الدم لله فيه، فأجرها مخلوف على العبد. فصل لربك وانحر. هذه هي أيام الذكر والتكبير والتهليل، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذا جمعت هذه الخصال انأ بنفسك عن المواطن التي يعصى الله جل وعلا فيها، غض بصرك عما حرم الله، لا تفرح بالمعصية، لا تجهد نفسك في أن تذهب إلى مواطن يغلب على ظنك أن الله جل وعلا يعصى فيها. ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا: وشاهد ومشهود. قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة. وما من يوم يعتق الله تعالى فيه الرقاب من النار أكثر منه في يوم عرفة.